هلو يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. المفروض النهارده ده اخر يوم لينا هنا، وهنمشي بكره ان شاء الله ان اراد ربنا واكرم. حقيقي الايام جريوا بسرعه قوي، يعني جريوا بسرعه بطريقه مش طبيعيه. بصراحه انا وحشني البيت برضه، يعني على قد ما قعدنا هنا وكده، بس لا وحشني البيت وحشني الشغل وحشني الرجوع الصراحه. فاحنا دلوقتي نازلين نفطر عشان نبتدي يوم جديد اللي هو اخر يوم لينا هنا في الاوتيل. اكلتنيش، اكلته هو بس. دي يلا ماما، كان دي ماما. لا لا كافي. رديت عنك اهو، بقى لها 3 ايام مش بتعبره اصلا. الحمد لله خيرا رديت عنه. كفتي ده بونبوني بالقهوة، بيبقوا حاطينه بره عند الريسبشن عشان الناس اللي جاية، بيبقوا حاطين لهم عصاير وحاجات كده زي كحك وغنونة كده. وحاطين بونبوني، البونبوني بالقهوة ده خطير، بس متنا على البونبوني القهوة ده. اللي يعرف مكان بيبيعه في القاهرة يقول لي هو مكتوب عليه ايه. سولا تقريبا، مكتوب عليه سولا، مش عارفه تشوفوه اصلا ولا لا. اوكي، فاللي يعرف مكان في القاهرة بيبيعه حلو، لان هو طعمه خفي فيه حلو قوي. فهود هو بيساعدني في لم الغسيل. شطور دي، ما بتساعدش حد، دي عايزة 10 يساعدوا. يا حبايبي خلاص لابسين وهننزل على البحر، عمالين نحل مشاكل من الصبح. دي يالا قرصتني، دي يالا ضربتني، دي يالا انسان بيأذي البشرية بطريقة مش طبيعية. ايه بس كده، لبست المايو اللي لبسته اول يوم، هي وقعت من على السرير. لبست المايو اللي لبسته اول يوم، بس شمرت الكم بتاعه كده، هو الكم بتاعه اللي هو بيتقفل على الصوابع ده، وكنت سخيف مع الميه. يعني ما تشتروش مايوهات اللي هي بتبقى قافله على الصوابع دي كده، مع البحر والميه بيبقى بجد وحش جدا، يعني الرمله بتخش جواه وبيبقى رخم. فخليكم في المايوهات اللي الكم بتاعها عادي يعني. وبس كده، الكفر اب ده كنت جايباه من شي ان. وبس كده يلا بينا. ايس واو. يا جماعة الجو عامل ازاي؟ تحفة. بقالي تقريبا ساعة ونص في المية انا والديدي، هي نامت اهي خلاص، ورايحين بقى المطعم اللي هناك ده عشان ناكل اي سناك، لان انا جوعت الصراحة. عايزاكم تشوفوا البيتزا. اوكي. هي رايحة فين دي؟ حبايبين دلوقتي رايحين على البيتش، نقعد هناك شوية وبعد كده نرجع بقى، عشان النهاردة هنتعشى في مطعم سي فود، مش هنتعشى في المطعم الرئيسي، حاجزين يعني. هنا في كذا مطعم، في التركي وفي الفرنسي ده احنا اتعشينا فيه امبارح، وفي الايطالي، وفي تاني، وفي مش عارفة شرقي حاجة كده يعني. المهم فاحنا حجزنا في امبارح في الفرنسي، النهارده هناكل سي فود. فسي فود برضه على البحر، يعني احنا هنرجع ونرجع تاني على البحر. بوكس الامهات لازم تاخد اكل لعيالها، لازم.
كده يا حلوين، هتكون دي اخر ليله لينا هنا في الاوتيل، وهنبتدي من بكره ان شاء الله رحله الرجوع الى القاهره ان شاء الله. نقرب ربنا يا رب الطريق ما يبقاش طويل علينا، لان اليوجوال الطريق وانت رايح بتبقى متحمس، وانت راجع بقى بتبقى داون كده، فالطريق بيبقى طويل عليك. فبكره ان شاء الله كملوا معايا الفلوج عشان نكمل رحله الرجوع مع بعض. الطبيعي ان احنا نكون نمنا دلوقتي، بس احنا نايمنا العيال وقررنا ناخد تور كده في الاوتيل فراشه، قررنا ناخد تور كده وهم نايمين، بما اننا ما بنعرفش نتمشى شويه وهم موجودين معانا. فيلا خلونا كده نلف لفه. اكتشفت ان انا ومحمد غلابه جدا، يعني لما جات لنا فرصه ان احنا ننطلق وننزل نعمل اي حاجه في الدنيا، عارفين واقفين اللي هو طب هنعمل ايه؟ يعني ماشي، او جات لنا فرصه ان احنا نكون احرار، هنعمل ايه؟ مش حاجه تتعمل، لان الاماكن كلها بتاعت السهر ما ينفعش نخشها. جينا نقف في المطعم على الاقل نقعد مع بعض نتكلم سوا، بس فعليا مفيش حاجه نعملها. بس الفكره في الحريه، ان احنا دلوقتي مش ماشيين بقى بنزق عربيات، ولا ماشيين نجيب لده اكل ونجيب لده اكل، لا مع نفسنا. هلو حبايبي، خلاص يا جماعه احنا ماشيين. هو كده كده الساعه دلوقتي لسه 10 ل 10، يعني المفروض نقعد شويه كمان، بس احنا الصراحه عايزين نسوق بالنهار واحنا لسه فريش، وما رضيناش حتى ننزل المايه عشان ما يكونش جسمنا وجعنا، لان السواقه كتير. احنا المره دي مفيش حد هيسوق لنا فاحنا هننام، لا احنا الاثنين اللي بنسوق، فلازم نكون فايقين. فعشان كده ما رضيناش بقى ننزل المايه ونفرهد روحنا والكلام ده كله، فقلنا خلينا نمشي فريش كده ورايقين. وبس الصراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احنا انبسطنا جدا جدا جدا. كنا فاكرين ان احنا ما هنطلع لوحدينا، ان احنا من ساعه ما نزلنا مصر واحنا بنيجي هنا، لا اما مره مع اخويا، اول مره طلعنا، والمرتين اللي بعد كده طلعنا مع ياسمين فاللي هي اخت محمد. فكل مره كنا بنطلع معانا حد، فكنا خايفين قوي ان احنا نيجي نطلع لوحدينا فما ننبسطش. بس الحمد لله الحمد لله، الاوتيل كان تحفه، الجو كان خطير. كنت خايفه برده ان الجو يطلع حر، لا الجو كان خطير. فبعد كده لو عايزين تسافروا الغردقه، سافروا اخر شهر 8 اول شهر 9، ده لسه كمان المفروض الايام اللي جايه الجو هيبقى فيها احلى واحلى. فبجد الصراحه انبسطنا، كل حاجه هنا كانت بيرفكت. يعني حقيقي نفسي اقول لكم ان في غلطه ما فيش، يمكن الحاجه الوحيده اللي قعدت تفرهدنا كتير هي الخزنه الصراحه بس، لكن الاوتيل ولا غلطه. يلا يا فهد، محمد دخل يجيب لنا قهوه لان احنا لسه مش مفوقين قوي، فدخل يجيب لنا قهوه من لوبي وخارج على طول. حبايبي اول بريك. تيتي هاي، جود مورنينج. جود مورنينج. يلا بقت بتكلفنا فلوس اكتر من فهد بكتير قوي، بقت بتعمل شوبينج كتير قوي الصراحه. هاي مام، ابوكي هيدينا بالجزمه. كفايه الشرا بقى.